اهم شيء نعمل المايلج تبعنا، نتحسن قد ما فينا على السياره ونجرب نحسن قد ما فينا كرمال السنه الجايه لحتى تكون مضبوط 30% الفصل. سيزون منيحة، بعتقد خلصنا بالبطولة سكند اوفرول، مع انه نحن ما كنا يعني السابقة، بس انه بعتقد منيحة لنا أول سنة على السيارة، بعتقد كنا أكثر شيء كونسيستنت السنة وما انقطعنا ولا رالي ولا شيء. بغض النظر عن النتيجة، بعتقد استفدنا يعني كانت SS4 يمكن هي شوي كانت اللي مضبوط ضايقتنا، يعني ضربنا من ورا تأخرنا شي 10 دقايق بين ما نغير دولاب نقدر نظبط الملقط تنكمل. كمان تقريبا كروزنج، ف والبوكل اللي بعده يعني كمان ما قدرنا نعمل شيء، نضل الدولاب فاتح، فكمان في كتير كوع ما قدرنا ناخذهم خاصة بالسريعين. اليوم كان منيح، بعتقد سبيساليت ما أول مرة تانية البنين كلهم ممتازين فيهم، بعتقد فرجينا بيس حلو وكتر خير الله، يعني كتر خير الله إنه وصلنا وخلصنا، وهارد لك للي ما قدروا يوصلوا.